ده بقى العزل الصوتي اللي احنا بنسميه الصوف الصخري من شركة روكال المصرية. طبعا لازم بنسلم العميل الكثافة المطلوبة او المتفق عليها وهي كانت 50 كيلو جرام على المتر المكعب. طبعا مش محتاج اقولك انه الكثافات اللي موجودة في مصر دلوقتي هي من 40 كيلو جرام الى 100 كيلو جرام، وكل كثافة من دي بيكون لها اهمية في الشغل وبيكون لها جودة من العزل المعين. طبعا الكلام ده بحسب انه العميل عاوز الكثافة بتاعت العزل قد ايه. طبعا برضو مش محتاج ان انا اقولك انه معنى كلمة عزل مش ان انت بتفصل الصوت نهائي او بتعزل الصوت نهائي، لكن انت بتعزل الصوت بنسبة معينة من 40 الى 100%. وبرضو كلمة 100% مش معناها ان الصوت بينتهي تماما، لكن الصوت يعني بيوصل لغاية 85 او 90%، وده بيكون حاجة مرضية جدا للعميل. العميل هنا كان عاوز يقفل الحيطتين او الحيطة اللي هي فيها الشباك ديت، والحيطة كمان اللي قدامها اللي فيها الباب. وطبعا كنا بنفرز للباب وبنعمله برضو بطريقة شيك، وكان برضو طلبه ان هو يتقفل برضو بالجيبسون لانه كان عاوز يحط حاجات جوه المكان تمنع صوت ان هي تخرج بره المكان او تعمل ازعاج. وهنا الصنايعي بتاعنا ابتدى ان هو يركب الشاسيه الحديد بتاعه، وبعدين الشاسيه دوت كان المفروض ان هو بيكون كل 60 سنتي بمقاسات محدده جدا، وبعد كده بيبتدي يركب فيه الصوف الصخري. الصوف الصخري وهو بيتركب مش حاجه سهله زي ما انتم شايفينه كده، لانه بيطلع غبار، الغبار ده طبعا بيعمل حساسيه جلديه، علشان كده الموضوع دوت موضوع صعب جدا. عايز اقول لكم ان احنا هنا بنعمل العزل بطبقة واحدة بس من الصوف الصخري، وكمان بنعملها بطبقة واحدة من الجبس، لكن في بعض العملاء بيطلبوا ان احنا نعمل العزل يكون مزدوج، بنركب لوحين من شغل العزل دوت. وطبعا مش عايز اقول لكم طبعا الكلام ده بيرفع في السعر. كمان لو احنا بنعمل انشاء حيطة زي ما حضرتك شايف هنا، دي حيطة واحنا بنركب عليها جبس، لكن لو احنا بنعمل انشاء حيطة فطبعا بيكون لها وش جبس والظهر جبس، برضو ده بيرفع من سعر الخامة. رقم تليفوني قدامك لو عاوز اي حاجة فيه، اي استفسار في شغل العزل اتواصل معايا، ارفع لي المقاسات اللي عندك بدل ما اجيلك اعمل معاينة وتكون مكلفة، فارفع المقاسات ابعتها لي وانا هقول لك على المقايسة المظبوطة بحسب الكثافة المتفق عليها. وحضرتك طبعا بتقول لي انت عايز العزل ده علشان تعمل فيه ايه. مش محتاج طبعا ان انا اقول لكم انه المكان ده مقفول بالشكل ده، مفيش فيه اي تهوية، ما ينفعش حد يقعد فيه غير لما يكون فيه تكييف، ما ينفعش انك تقفل الباب على نفسك وتقعد فترة طويلة، لانه عزل الصوف الصخري بيعزل الصوت لكنه بيعزل ايضا الحرارة، فبتلاقي المكان جوه مكتوم. كمان مش عايز اقول لك انه لو المكان فاضي اكيد برضو بيكون فيه صدى صوت، وبيقلل برضو من نسبة العزل وكفاءة العزل، علشان كده المكان الفاضي ده لازم تحط حضرتك فيه فرنتشر. اتمنى ان اكون افدتكم في الحلقة ديت، ولو الحلقة عجبتك ما تنساش لايك شير سبسكرايب، واي استفسار عن العزل الصوتي او العزل المائي لو عندك سطح وعاوز تعزله، اي شغل في الديكور تحت امركم، اتواصلوا معايا على الواتساب، وان شاء الله يكون الفيديو نال اعجابكم. تحت امركم اي وقت، واشوفكم على خير في فيديو جديد. استمتعوا بنهاية الفيديو.